لفت نظر الايام دي الناس اللي بتطلع الزكاه والصدقات بتاعتها كتير، لما بتيجي تطلع من فلوسها دايما بتدور على الارامل واليتامى بس، وكان الفقير لازم يموت عشان تتصدق لاسرته ولولاده. حكايه شفتها لو انت بتحكي، بتقول ان كان في واحده صاحبتها في الثانويه، البنت دي حالتها الماديه صعبه جدا جدا جدا، بعد ما والدها توفى حالتها الماديه اتغيرت 180 درجه. ان كلنا افتكرنا في المدرسه انها ورثت مثلا. المهم في مره الفضول خدني وسالتها، قلت لها النعمه دي ظهرت عليكوا امتى؟ قامت البنت عيطت على طول وقالت لها، قالت لها ان كان ابوها الله يرحمه لما كان عايش كان بيباتوا دايما بدون عشاء، كانوا بينزلوا مدرسه تاني يوم بدون فطار عشان فلوس الشغل اللي كان بيشتغله ما كانتش بتكفيه. واول ما ابوها توفى كل القرايب والمعارف والجيران واهل الخير اهتموا بيهم وحطوا انظار لانهم بقوا يتامى. وبتكمل البنت وبتقول كان نفس ابوها يشبع قبل ما يموت. هو يعني قرايبنا ما عرفوناش الا بعد ما هو توفى؟ ما هو كانوا عارفين ان احنا غلابه من قبل كده. عشان كده يا جماعه دوروا على الناس اللي حواليكم، دوروا على الناس الغلابه عموما، تلاقوا والله العظيم ناس كتيره جدا محتاجه وتحسبهم الجاهل واغنياء من التعفف. مش لازم واحد يموت من الجوع عشان تعرفوا ان اهل البيت دول غلابه.